السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. قاد الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول الى التأهل الى الدور 16 للدوري الاوروبي، وذلك عقب مساهمته في فوز فريقه الكبير امام لاسك النمساوي برباعية كاملة. محمد صلاح مرر تمريرة الهدف الثاني لكاكبو الهولندي، وبعدها تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 51، تولى تنفيذها مسجلا الهدف الثالث لفريقه، وعاد من جديد غاكبو في نهاية اللقاء وسجل الهدف الرابع لليفربول. بهذا الفوز الليفر يتأهل رسميا إلى دور 16 للدوري الأوروبي، خاصة بعد نتيجة التعادل السلبي في المباراة الأخرى بين نادي تولوز وسانت غولواز البلجيكي. ليفربول أصبح بحوزته 12 النقطة، وبذلك سيكون معفى من لعب المباراة التأهيلية. شكرا لكم على المتابعة.